هالو ليبي لايت في الكومنت سوماني يوتيوب كانال، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح نبدأ بسلسلة كتير مهمة ويلي هي كورس الكتابة باللغة الألمانية. بهذا الكورس رح نركز على مهارة الكتابة والسمع باللغة الألمانية، وأنا بنصحكن انه تعملوا دفتر، وهذا الدفتر تخصصوه فقط لكورس الكتابة، يعني تكتبوا على من برا كورس الكتابة. وهلا قبل ما نبدا، بس المطلوب منكم انه تجيبوا دفتر وقلم كرمال نبدا. اذا جاهزين رح نبدا هلا. Also wir fangen sofort an. وهلا قبل ما نبدا، بس لازم نتعلم انه علامة الاستفهام باللغة الألمانية هي Fragezeichen. Fragezeichen. لان انا بعد شوي بس قلكن Fragezeichen لازم تحطوا علامة الاستفهام، ونقطة باللغة الألمانية هي Punkt. بس إلكن Punkt يعني نقطة، فبس إلكن Fragezeichen فورا بتحطوا علامة الاستفهام، وبس إلكن Punkt بتحطوا فورا نقطة. وهلأ رح نبدأ. جاهزين؟ يلا هلأ رح نبدأ. أول شيء أنا رح قلكن الجملة وإنتو لازم تكتبوا، وهلأ رح نبدأ مع أول جملة. في هايسن زي Fragezeichen. في هايسن زي Fragezeichen. في هايسن زي Fragezeichen. والجواب عندنا رح يكون Ich heiße Lisa. Punkt. Ich heiße Lisa. Ich heiße Lisa. Punkt. Ich heiße Lisa. Punkt. رح نقرأهم أول جملتين مع بعض. Wie heißen Sie? Fragezeichen. Ich heiße Lisa. Punkt. وهلأ رح ننتقل للجملة الثانية. Wer ist das? Fragezeichen. Wer ist das? Fragezeichen. Wer ist das? Fragezeichen. والجواب رح يكون عنا Das ist mein Mann. Punkt. Das ist mein Mann. Punkt. Das ist mein Mann. Punkt. رح نقرأهم مع بعض. Wer ist das? Fragezeichen. Das ist mein Mann. Punkt. والجملة الثالثة رح تكون معنا Woher kommst du? Fragezeichen. Woher kommst du? Fragezeichen. Woher kommst du? Fragezeichen. والجواب رح يكون عنا Ich komme aus der Schweiz. Punkt. Ich komme aus der Schweiz. Punkt. رح نقرأهم مع بعض. Woher kommst du? Fragezeichen. Ich komme aus der Schweiz. Punkt. والجملة الرابعة رح تكون معنا Wo ist Lisa? Fragezeichen. Wo ist Lisa? Fragezeichen.
Wo ist Lisa? Fragezeichen. والجواب عندنا ليزا ist zu Hause. Punkt. ليزا ist zu Hause. Punkt. ليزا ist zu Hause. Punkt. رح نقرأهم مع بعض. Wo ist Lisa? Fragezeichen. Lisa ist zu Hause. Punkt. والجملة الخامسة رح تكون معنا Wie geht es Ihnen? Fragezeichen. Wie geht es Ihnen? Fragezeichen. Wie geht es Ihnen? Fragezeichen. والجواب رح يكون عنا gut, كوما. كوما يعني فاصلة بس بتحطوا هيك شحطة بس. كوما. gut, كوما. danke, punkt. und Ihnen. Fragezeichen. gut. Komma, danke, Punkt und Ihnen, Fragezeichen, gut, Komma, danke, Punkt und Ihnen, Fragezeichen. رح نرجع نقرأهم مع بعض. Wie geht es Ihnen? Fragezeichen. Gut. Komma. Danke. Punkt. Und Ihnen. Fragezeichen. وآخر جملة رح تكون معنا هي Welche Sprachen sprechen Sie? Fragezeichen. Welche Sprachen sprechen Sie? Fragezeichen. رح ارجع عيدها بعد مرة. Welche Sprachen sprechen Sie? Fragezeichen. Welche Sprachen sprechen Sie? Fragezeichen. والجواب رح يكون Ich spreche Englisch und Deutsch. Punkt. Ich spreche Englisch und Deutsch. Punkt. Ich spreche Englisch und Deutsch. Punkt. وهلا رح نعيد الجمل مع بعض. Welche Sprachen sprechen Sie? Fragezeichen. Ich spreche Englisch und Deutsch. Punkt. وهلا صار وقت نشوف الحل مع بعض. طبعا انا رح اعطيكم هلا الحل وانتو يلي عليكم تعملوا انكم تصححوا بايدكم الاخطاء يلي عملتوها. وهلا رح نبدا. اول جمله كانت معنا في هايسن زي. Fragezeichen. أول شي عنا الفي كتبناها بحرف كبير لأن ببداية الجملة، ودائماً ببداية الجملة بنكتب الحرف الأول بحرف كبير، أوكي؟ وتاني شي عنا هايسن هو الفعل، فلهيدا السبب كتبناه بالبداية بحرف صغير. وآخر شي عنا زي
كتبناها بحرف كبير لأن عنا صيغة الاحترام، ودائما بس يكون عنا صيغة الاحترام فورا منحطها أول شيء بحرف كبير. وآخر شيء عنا فراغة سايشن هي علامة الاستفهام. بتمنى تكونوا حليتوها صح. والجواب كان عنا إيش هايس ليزا بونكت. أول شيء عنا إيش كتبناها بحرف كبير لأن ببداية الجملة، وهايس هو الفعل طبعا لازم نكتبه بحرف صغير. وآخر شيء عنا ليزا كتبناها بحرف كبير لأن هي اسم، وكل الأسماء باللغة الألمانية دائما بنكتبهم بالبداية بحرف كبير. وآخر شيء عنا بونكت يعني نقطة. فهون صارت عنا الجملة في هايسن زي فراغة سايشن يعني ما اسم حضرتك، والجواب كان عنا إيش هايس ليزا بونكت يعني أنا اسمي ليزا. والجملة الثانية كانت معنا Wer ist das؟ فراغة سايشن. أول شيء كان عنا Wer كتبناها بحرف كبير لأن ببداية الجملة، ist هو الفعل وداس يعني هذا، وحطينا فراغة سايشن. والجواب كان عنا Das ist mein Mann بونكت. داس أول شيء حطيناها بحرف كبير لأن صحيح لأن ببداية الجملة، وحطينا إست هو الفعل ماين مان يعني زوجي. حطينا مان بحرف كبير ليه؟ حاولوا جاوبوا. صحيح لأن مان هو اسم، وجميع الأسماء باللغة الألمانية دائما تكتب بحرف كبير، يعني دائما بأول الكلمة تكتب بحرف كبير جميع الأسماء. وآخر شيء كان عنا بونكت يعني نقطة. فالجملة كلها صارت عنا Wer ist das Fragezeichen يعني من هذا، والجواب كان عنا Das ist mein Mann بونكت يعني هذا زوجي. والجملة الثالثة كانت عنا Woher kommst du Fragezeichen. Woher طبعا ببداية الجملة تكتب بحرف كبير، ist هو الفعل، du يلي هو أنت، وعنا Fragezeichen. والجواب كان عنا Ich komme aus der Schweiz بونكت. إيش أول شيء بحرف كبير لأن ببداية الجملة، كومه هو الفعل ولهذا السبب كتبناه بحرف صغير، أوس دير شفايتس. طبعا شفايتس كتبناها بحرف كبير ليه؟ لأنه هي اسم، وجميع الأسماء تكتب بحرف كبير. وآخر شيء عنا بونكت يعني النقطة. فالجملة هون كلها صارت عنا Woher kommst du Fragezeichen يعني من أين أنت يعني من وين أنت، والجواب كان عنا Ich komme aus der Schweiz بونكت يعني أنا من سويسرا يعني أنا أصلي من سويسرا. والجملة الرابعة Wo ist Lisa Fragezeichen. Wo بحرف كبير لأن صحيح لأن ببداية الجملة، وإست شو هو؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز هو الفعل. وليزا ليه كتبناها بحرف كبير؟ صحيح لأن ليزا هي اسم، وجميع الأسماء تكتب بحرف كبير. والجواب كان عنا ليزا ist zu Hause بونكت. ليزا أول شيء هي اسم، وتاني شيء ببداية الجملة فلازم نكتبها بحرف كبير. ist
هو الفعل تسو هاوزو. طبعا هاوزو كتبناها بحرف كبير لان هو اسم، واخر شي حطينا بونكت. فالجملة كلها صارت عنا Wo ist Lisa؟ يعني أين هي ليزا؟ يعني وين هي ليزا؟ والجواب كان عنا ليزا ist zu Hause بونكت، يعني ليزا بالبيت، ليزا في المنزل. والجملة الخامسة كانت معنا Wie geht es Ihnen؟ في ببداية الجملة بحرف كبير، جيت هو الفعل ولهيدا السبب كتبناه بحرف صغير، اس اينن. ليه كتبنا هون اينن بحرف كبير؟ انتو جاوبوني. صحيح، لانه اينن بصيغة الاحترام، ودائما بس يكون عنا عم نحكي حدا بصيغة الاحترام فورا نكتبه بحرف كبير. هيدي مثل زي كتبناها كمان بحرف كبير. واخر شي حطينا فراغت سايشن، والجواب كان عنا جود كوما دانك بونكت وند اينن فراغت سايشن. اول شي كان عنا جود كتبناها بحرف كبير لان ببداية الجملة حطينا كوما، من بعد الكوما حطينا دانك. وليه حطيناها بحرف صغير؟ لان في عنا كوما، دائما يلي بيجي من بعد الكوما بنكتبه بحرف صغير. بعدين حطينا دانك بونكت، من بعد البونكت اجا عنا اوند. ليه حطيناها هون بحرف كبير؟ انتو بدكم تجاوبوني. ممتاز، لان في عنا بونت، ودائما من بعد النقطة يلي بيجي من بعد النقطة يكتب بحرف كبير شو ما كان. لان عنا بونت يعني النقطة، كتبنا اونت بحرف كبير، وحطينا اينن لا بحرف كبير لان عنا صيغة الاحترام. ممتاز. واخر شي حطينا فراغت سايشن. فهون الجملة كلها صارت عنا في جيت اس اينن فراغت سايشن جوت كوما دانك بونت وند اينن فراغت سايشن. فهيدي معناها كيف حال حضرتك؟ الجواب كان عنا جيد، شكرا، وحضرتك. واخر جملة رح تكون معنا هي ممكن يكون اكتركن عمل اخطاء فيها، بس ولا يهمكن. الجملة هي welche Sprachen sprechen Sie Fragezeichen. اول شي عنا welche كتبناها بحرف كبير لان ببداية الجملة، وهي معناها يعني ما هي. تاني شي عنا Sprachen يعني اللغة، وكتبناها بحرف كبير لان هي اسم، اللغات اسم، لهيدا السبب كتبناها بحرف كبير. وتالت شي عنا sprechen هو الفعل sprechen. انا شو عم اعمل هلا؟ sprechen يعني يتحدث، وزي يعني حضرتك، كتبناها بحرف كبير لان بصيغه الاحترام. واخر شي عنا Fragezeichen يعني علامة الاستفهام. والجواب عنا Ich spreche Englisch und Deutsch Punkt. أول شي عنا Ich كتبناها بحرف كبير لأن ببداية الجملة، وكتبنا spreche هو الفعل بحرف صغير، دائما كل الأفعال بنكتبها بحرف صغير. وبعدين حطينا English كتبناها بحرف كبير لأن اسم، وبعدين حطينا und، وآخر شي حطينا Deutsch. طبعا دائما اللغات يعني بنكتبهم بحرف كبير دائما. وآخر شي حطينا Punkt يعني نقطة.
فهون الجملة كلها بتصير معنى welche Sprachen sprechen Sie؟ Fragezeichen. يعني ما هي اللغات التي تتحدثها حضرتك؟ والجواب كان عندنا Ich spreche Englisch und Deutsch. Punkt. يعني أنا أتحدث اللغة الإنجليزية والألمانية. وبهيك بيكون خلص الدرس الأول من كورس الكتابة باللغة الألمانية. بس المطلوب منكم شي واحد، يلي هو إنكم تكتبوا لي كل الجمل يلي أخذناها اليوم مع بعض بالتعليقات، بس تكتبوها قبل التصحيح. يعني أنتوا بالأول كتبتوها لوحدكم، هيدي مثل ما هي اكتبوها بالتعليقات. ليه؟ لأن بهيدي الطريقة رح أقدر أعرف شو هي أكتر الأخطاء يلي عم تعملوها، وأنا أكيد رح أقدر بالفيديوهات الجاية ركز عليها. وأكيد إذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وتشاركوا هذا الفيديو مع رفقاتكم، وبشوفكم بالفيديو الجاي. تشاو.